فضيلة الشيخ، في حديث حذيفة هل يدل على استحباب الوضوء بعد الحدث؟ إذا احتاج الإنسان إلى الوضوء يتوضأ، كون الإنسان على طهارة هذا طيب، كون الإنسان في أغلب أحواله على طهارة هذا شيء طيب، ولكن إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه، أو أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب يستحب له، وإن أراد أن يقرأ القرآن من المصحف يجب عليه أن يتوضأ. نعم.